الوالد كان عنده حياة مليئة بالشغل، كان بيعتز بالصحافة المصرية والصحافة العربية، كان ليه دور مميز هنا في الإمارات وفي نادي الصحافة، كان هيكون سعيد لو كان موجود دلوقتي. كان إبراهيم نافع والدي كان بيعتز بصداقة الشيخ محمد وبالناس كلها اللي في الإمارات، بيعتبرهم من أهله وكان سعيد بإقامته هنا. هو كان بيعتبر ان الصحافة دي بيته، وكان بيعتز بشغله دايما، والناس الحقيقة كانت بتحبه، وكان رجل محترم وخلوق.